بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 154. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا في الله، تقول أختكم في الله نون شين، أختنا لها جمع من القضايا. في إحداها تقول: امرأة حلف زوجها ألا تتصل بأهلها بالهاتف إلا بإذنه، لأنه لا بد أن تستخدم الصفر، حيث أن أهلها يسكنون في مدينة أخرى، ولكنها اتصلت بهم دون أن تستأذنه عدة مرات، وهي ذاكرة لليمين الذي حلفه عليها، وهو يمين عادي وليس طلاق، ثم أخبرته بعد ذلك بما فعلت، فهل عليها كفارة أم ماذا يجب عليها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، ينبغي للأزواج أن لا يضيقوا على زوجاتهم ويحرجوهن إلى هذا الحد الذي ذكره السائل، فإن المكالمة تلفون مع أهلها وأقاربها من الأمور التي تحتاج إليها، وقد تكون من الأمور الضرورية، فينبغي التسامح في مثل هذه الأمور. وأما ما ذكرته السائلة من أنه حلف عليها أن لا تكلم أهلها إلا بإذنه، ولكنها احتاجت وكلمت أهلها بدون إذنه، فإنه يجب على الزوج أن يكفر كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار 1.5 كيلو لكل مسكين، أو يكسو 10 مساكين لكل مسكين ثوب، أو يعتق رقبة. فإن لم يجد واحدة من هذه الأمور الثلاثة فإنه يصوم 3 أيام. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، خاطبتم الأزواج في هذه المرة، هل لكم أن تخاطبوا بناتكم وأخواتكم عند استخدام الهاتف؟ لأن بعض الأزواج يقولون إن الهاتف أصبح يشكل ميزانية وأصبح يشكل عبئا خاصا على الرجال، هل من كلمة شيخ صالح؟ نعم، نوجه النساء بأن لا يكثرن من المكالمات التلفونات، المكالمات التي ليس لها حاجة ولا ضرورة، وإنما هي من فضول الكلام وكلام المجالس، فهذا لا يكون في التلفون لما يسببه من النفقات على أصحاب البيوت. فكثير من المكالمات من الكلام الذي لا حاجة إليه ولا تدعو إليه ضرورة، وإنما هو من فضول الكلام، فهذا لا ينبغي أن يكون بواسطة التلفون، لأنه يكلف نفقات ويضيع أموالا بغير فائدة، وفضول الكلام منهي عنها حتى ولو بالمشافهة، لأنها تضيع الوقت وقد توقع في شيء من الإثم، فكيف إذا ترتب مع ذلك نفقات وإضاعة أموال. فنوصي النساء بأن يتجنبن المكالمات التي لا حاجة إليها وليست ضرورية، كما أن الرجال لا يجوز لهم أن يضيقوا على نسائهم بمنع المكالمات الضرورية، فإن النساء أيضا لا تحرج الرجال في دفع نفقات لا حاجة إليها،
وكل من الطرفين يجب عليه الاعتدال في هذا الأمر. أما المكالمات التي فيها إضاعة للحياء والعفة كما يجري بين بعض النساء والضائعين من الرجال من المغازلات، هذا محرم ومنكر وزور من القول، هذا يجب منعه وتأديب من يفعله، لأنه يجر إلى معاصي الله سبحانه وتعالى وإلى إضاعة الحياء وإيذاء البيوت. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كلمة أخيرة في هذا الباب شيخ صالح، بعض الرجال دخله محدود جدا ونفقاته مقتصدة إلى أبعد حد، هل من كلمة أخيرة يحفظكم الله؟ هو كما سبق، حتى ولو كان الرجل غنيا طيب، فإن تكليفه بدفع نفقات لا حاجة إليها من مكالمات تكون طويلة وليس لها أي حصيلة، ولو كان الرجل غنيا، لأن هذا من إضاعة المال. نعم. أما إذا كان الرجل فقيرا هذا مما يؤكد المنع أيضا، لأن هذا يكلف الرجل شيئا ليس بمقدوره، قد لا يستطيعه إلا بالدين، فيجب التحفظ من مثل هذه الأمور ومراعاة الأحوال. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: زوجة تتصدق أحيانا بملابسها وملابس أطفالها دون علم زوجها، فهل عليها إثم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت هذه الملابس قد استغنت عنها واستغنى عنها أولادها فلا بأس بالتصدق بها إذا كانت تنفع الفقراء، أما إذا كانوا بحاجة إليها وهي تصلح للاستعمال فإنه لا بد من إذن الزوج، لأن هذه من الأموال التي لا يجوز إخراجها إلا بإذن الزوج، لأنها ملك له ولا يجوز ذلك إلا بإذنه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا بعض النساء شيخ صالح يكسبن الصدقات بملابسهن وملابس أطفالهن من أجل أن يلبسن موديل جديد، هل من كلمة شيخ صالح؟ هذا يعتبر من الإسراف المنهي عنه، فالمبالغة في الملابس والإسراع في تغييرها لا لشيء إلا لطلب الموديل الجديد كما يسمونه، هذا من الإسراف المنهي عنه ومن المخيلة المنهي عنها. الله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. فالمسلم يكون متوسطا في أموره بين التقتير والبخل وبين الإسراف والتبذير. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذه من صفات عباد الرحمن، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال سبحانه وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سنعود إلى رسالتك يا أختنا في اللانون شين في حلقة قادمة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام رسائل ومواضيع أخرى. رسالة شيخ صالح من إحدى الأخوات تقول، المرسلة أم محمد من والد الدواشة. أم محمد تقول: مشكلتي بيني وبين زوجي، منذ أن تزوجته إلى الآن وأنا أبلغ 40 من عمري، وهو اسم زوج فقط، إذ أنه لا شخصية له، ويوجد له أخت كبيرة لا أولاد لها وهي التي ربت، ولكن بعد أن تزوج أصبحت هي التي تملكه وتؤثر عليه، فأصبحت لا آكل ولا أشرب إلا من تحت يدها، ولا ينام معي إلا برضاها، ولا يعزم المعازيم إلا عندها، فأنا مجرد خادمة فقط في البيت، لا يسأل عني إلا إذا أراد شيئا لنفسه، وأمرض أنا ولا يسأل عني، فكانت حياتي معه في عذاب. وبعدما كبرت أخته هذه وأصبحت عجوزا لا تتحكم في شيء، ذهب وتزوج بامرأة ثانية وأصبح مائلا معها في المصروف وفي البيت وفي النوم وفي كل شيء، وأصبح لا يأتي إلى بيتي أنا وأولادي إلا نادرا، وأنا أخذت أنام مع أولادي لأني لم أجد رجلا أرتاح له، وجلسنا 3 شهور على هذه الحالة، وبعدها خرج منذ 6 سنوات مع زوجته الثانية، وأنا الآن أعيش مع أولادي 9. وسؤالي فضيلة الشيخ: هل علي إثم أم لا، بالرغم من أنني أرسلت إليه بأن يرجع إلى بيته ويعدل بيني وبين زوجته أو يطلقني، فلم يجبني على كلامي، هل علي
علي فضيلة الشيخ اسم أم لا، وهل أعمالي وصلاتي تقبل بالرغم من أنه يقوم بمصروف أولاده، أما أنا فلا ينفق علي ولم يطلقني، وجهوني شيخ صالح جزاكم الله خيرا. إذا صح ما تقولين فإن هذا الرجل قد أخطأ خطأ كبيرا في تقصيره في حق زوجته ونفقتها طيلة هذه السنين، والله جل وعلا أمر الأزواج أن يعاشروا زوجاتهم بالمعروف، قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، وقال جل وعلا فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فلا يجوز إمساك المرأة في عصمة الرجل من غير أن يقوم بحقوقها التي أوجب الله لها عليه، لأنها أسيرة عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني محبوسات، فيجب على الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يعطي زوجته حقها المشروع لها من النفقة والسكنة والكسوة والقسم المبيت، وأن لا يتركها كما وصفت السائلة مضيعة. وكونه ينفق على أولاده هذا شيء واجب عليه، لكن يجب عليه أيضا أن ينفق على زوجته، فهو مقصر في حق زوجته، ظالم لها بمنع نفقتها، وظالم لها بعدم معاشرته لها وهي في عصمته. الله جل وعلا يقول فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، كونه تزوج امرأة أخرى هذا شيء لا حرج عليه فيه، الله جل وعلا أباح تعدد الزوجات لكن بشرط العدل بينهن، قال تعالى أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والمراد بالعدل هنا العدل في الأمور التي ذكرناها، النفقة، الكسوة، المسكن، المبيت، هذا هو العدل الذي أمر الله تعالى به. وأما إذا مال مع الأخرى وترك زوجته الأولى فإن عليه هذا الوعيد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، عقوبة له وإخزاء له أمام الناس في جريمته التي ارتكبها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف تتصرف إذن شيخ صالح هذه الأنثى؟ عليها أن تصبر اللهم والاحتساب والبقاء مع أولادها، ولعل الله أن يهديه. نعم. إذن ترون أن الاستنطاف أن المكالمة بالتي هي أحسن لعلها تعود إلى طبيعتها الحالة المرضية الأولى كما صبرت في هذه السنين الماضية الطويلة؟ نعم. فإنها تصبر والعاقبة للمتقين. اللهم نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى موضوع آخر ورسالة أخرى من الرياض، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين عين عين، يقول أعمل في أحد المحلات التجارية وكنت في الماضي أرفع ثمن البضاعة على الزبائن أكثر من حقها الأصلي وأخذ زيادة لي وأدفع ثمنها الأصلي لصاحب المحل، لكني الآن تبت إلى الله أريد أن أبرئ ذمتي، ماذا أفعل وجهوني جزاكم الله خيرا. قد أخطأت في تصرفك هذا وظلمت الناس حيث خدعتهم ورفعت قيام السلع عليهم، وخنت أيضا صاحب المحل الذي تستغل بضائعه في هذه الخديعة، فأنت آثم في هذا وظالم للناس وآكل لأموالهم بالباطل. فإن كنت تعرف هؤلاء الأشخاص الذين ظلمتهم وأخذت الزيادة منهم فإنك ترد عليهم ما أخذت منهم أو تطلب منهم المسامحة، وإن كنت لا تعرفهم فإنك تتصدق بقدر ما أخذت من هؤلاء الناس، تتصدق به على نية أن الأجر لهم وأنت تخلص ذمتك من هذه الحقوق. الحاصل أن هذا أمر محرم وأكل لأموال الناس بالباطل وخيانة في الأمانة التي تمنت عليها، عليك بالتوبة إلى الله عز وجل، وعليك برد الحقوق إلى أصحابها إن استطعت أو التصدق بها على نية أن الأجر لأصحابها المجهولين. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية الطفيلة رسالة بعث بها مستمع يقول محمد أحمد القرارعة، يقول هل ترك الأضحية مع المقدرة حرام؟ وهل تجوز الشاة التي أخذ من قرونها هل تجوز أضحية أو لا؟ الأضحية سنة مؤكدة،
وليست واجبة، والسنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. هذا هو تعريف المستحب، ومن ذلك الأضحية فإنها سنة، فمن فعلها فله أجر وثواب عظيم، ومن تركها فلا حرج عليه، فليست واجبة على قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. وأما ما يجزئ في الأضاحي فإنه يشترط فيها أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، من الظأن ما تم له 6 أشهر، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الإبل والبقر ما تم له 5 سنين، وكذلك اشترط أن تكون سليمة من العيوب المضرة بلحمها أو المضرة ببدنها، لأن يكون بدنها فيه نقص كالعرجة البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي، والكبيرة الهرمة. وأما ما أخذ من قرونها أو آذانها فإن كان أقل من النصف فإنه لا يؤثر على إجزائها، ما كان أقل من النصف فإنه لا يؤثر على إجزائها، تكون صحيحة ومجزية. وأما إن كان أكثر من النصف فإنه لا يجوز التضحية بها لأنها ناقصة الخلقة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخت لنا من بادية البرك رمزت لاسمها بالحروف شين لام واو، تسأل وتقول: هل صحيح أن المرأة إذا توفي عنها زوجها لا تلبس الذهب أو الفضة بعد عدة الوفاة حتى تتزوج زوجا آخر؟ بعد العدة هكذا تقول يجوز لها أن تلبس من الزينة وتتطيب وأن تخرج من البيت لحاجتها، لأنها قد انتهت عدتها، وإنما ترك الزينة والبقاء في البيت، ترك الطيب، هذا ما يسمى بالإحداد، وهو إنما يكون في مدة العدة. أما بعد العدة فيجوز لها أن تلبس وأن تتطيب وأن تتجمل بالمعروف، من غير أن تتعرض للفتنة وأن تظهر هذا للرجال غير المحارم إذا خرجت للأسواق. قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني من الزينة والتجمل الذي يكون بالشيء المعروف الذي هو المعتاد عند النساء من مثلها وفي مجتمعها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من الرياض وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف ميم عين، يقول: إنني رجل في 50 من عمري، كنت لا أعرف الصلاة ولا حتى الصيام، وكان يأتي شهر رمضان ولا أصوم يوما واحدا، والحمد لله تبت إلى الله توبة نصوحة، وذلك منذ حوالي 7 سنوات، تبت وأصبحت أصلي جميع الصلوات في المسجد وأصوم، فهل تقبل توبتي؟ وماذا علي في شأن الصيام الذي كنت لا أصومه خلال سنوات عمري الماضية؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيرا. الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، وعليك بملازمة هذه التوبة والبقاء عليها، محافظة على الصلاة وعلى أركان الإسلام وعلى فعل الطاعات وترك المحرمات والمعاصي، والله يتوب على من تاب. قال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. فما دمت قد تبت توبة صحيحة وأصبحت تحافظ على الصلوات الجماعة والحمد لله، تصوم رمضان، تقوم ببقية أركان الإسلام، تعمل الطاعات وتترك المحرمات، فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. وأما القضاء فليس عليك قضاء بما كان قبل التوبة، لأنك قبل التوبة ما دمت أنك لا تصلي فإنك على غير دين الإسلام، لكن بعدما تبت والتزمت بأداء الصلاة والصيام وبقية الواجبات فإنك دخلت في الإسلام، وما قبله يعفو الله عنه سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم،
نحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.